حصد الوزير السابق حسان دياب العدد الأكبر من الأصوات بالاستشارات النيابية الملزمة ليترأس الحكومة الجاية بعد أكثر من شهر ونص على إعلان سعد الحريري استقالة حكومته. 69 صوت لحسان دياب، 42 صوت بلا اسم، 14 لنواف سلام و1 لحليمة قعقور. اختتمت فيهم الجولة الثانية من الاستشارات بقصر بعبدة، واستدعى رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد ما تشاور بنتائج الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري دياب اللي انضم لهم، ليلقي بيان أظهر فيه أنه مستقل وتأمل أنه تحظى الحكومة بثقة النواب وأنه تكون بمستوى تطلعات اللبنانيين. وسوف أعمل جاهداً لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من خلال التشاور مع رؤساء الحكومات السابقين الذين سأستفيد من آرائهم ونصائحهم ومع الكتل النيابية وسائر النواب. ثورة اللبنانيين اللي بلشت ب 17 تشرين الأول كان لها حصة كبيرة من خطابه الأول، وقال أنه كان يحس أنه الانتفاضة بتمثله. انتفاضتكم أعاد تصويب الحياة السياسية في لبنان، وأنكم تنبضون بالحياة ولا تستسلمون لليأس، وأنكم أنتم مصدر السلطات فعلا لا قولا. وشدد دياب على أنه رح يبلش مشاوراته النيابية يوم السبت الجاي، ورح تشمل مشاوراته القوى السياسية والأحزاب والحراك الشعبي. جولة بعد الظهر بقصر بعبدة اللي حسمت ترأس دياب للحكومة سمى فيها تكتل لبنان القوي. هلأ المهم، وهيدا الشيء الأساسي المهم، أنه عملية تشكيل الحكومة تصير بسرعة، تصير بأصحاب جدارة واختصاص ونظيفي الكف، ونحن بعدنا مع الرأي أنه ما يكون فيها سياسيين. بالإضافة للتكتل سمي كتلة التنمية والتحرير، كتلة ضمانة الجبل، نواب الأرمن، كتلة اللقاء التشاوري والنائب جميل السيد، وامتنع تكتل الجمهورية القوية عن تقديم أي اسم. ونحن منقول إذا ما تغيرت الذهنية والعقلية بالتعاطي كلها سوا ما رح نقدر نروح لولا محل، وبلدنا يلي عم يغرق رح يغرق أكتر وأكتر بوقت يلي الشعب بميل ويلي أو أكترية يلي عم يتعطوا بالشأن العام وبالشأن السياسي بميل تاني. النائب شامل روكوز، نعمت فريم، فؤاد المخزومي وأسامة سعد كمان امتنعوا عن تقديم اسم، أما السفير السابق نواف سلام فأخذ صوتين بالجولة التانية من النائب نهاد المشنوق وميشيل معوض. النائب بولا يعقوبيان عطيت صوتها لحليمة قعقور. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.